شاد العطله هاد الايام جاني واحد المال غريب انا والكلب ديالي بقى كيصدعني. قلت راه شنو دير؟ نديرو شي حاجه اللي ندخلوا منها الفلوس. حليت التطبيق دخلت الاوبر ايتس، جاني اول اوردر قلت نو هذا ما خدامش، خرج برا هزيت الطوموبيل اللي هي ديالك راه اقتصاديه يعني ماشي الماستانغ اللي كانت عندي، حيت هادشي اللي غندير ما خاصوش يضرب الماستانغ لانه يفرعني في ليسانس. قلنا على بركه الله انا والكلب ديالي كيف كتشوفوا واش دينا الطريق الاول اوردر ماشي مشكل باش ما نملوش انا والكلب ديالي. بقينا شادين الطريق، دخلنا الاول ريستوران ديال شناوه، هزينا الطلب الاول وكان داك شي سعر خفيف ظريف ما تسنى ما والو. مشينا ديت الطلب ديالي الكوفر وصلنا الطلب الاول وبقينا غاديين هكا، وصلنا الطلب الثاني وبقينا غاديين هكا، وصلنا الطلب الثالث والرابع والخامس حتى بدا كيطيح شويه ديال الظلام. قلت شنو دير صافي يعني درنا غير ضحك بلا ما نولفوا. كتبقى هاد الخدمه من احسن الخدمه اللي كنصح بها المهاجر، ما عليناش. دخلت نشوف شحال دخلت، تفاجات او هادشي كامل في عشيه، لقيت انا دخلت 214 دولار اللي هي 2115 درهم بالمغربيه. يا سلام بالسيف من الفرح انا والكلب ديالي. يلاه بارطاجي ولايك باش نقوم الفيديوهات. تحياتي.